السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي وورلد سبورتس في كل مكان. طبعا معكم كل يوم اثنين من الساعة 9:30 حتى الساعة 11 إلا ربع بنتكلم في كل الأحداث العالمية. طبعا توقف الدوريات والفيفا ديتس ما فيش شك أنه هو أكيد واجب وطني لكل اللعيبة اللي موجودين في العالم، لكن طبعا على المستوى العالمي وعلى المستوى الرياضي بيكون ممل بعض الشيء. لكن طبعا خلاص الاسبوع اللي جاي بدايه من يوم السبت القادم ان شاء الله الدوريات هترجع تاني بكل قوتها. يوم السبت في ماتشات كتيره جدا، دوري الاسباني برشلونه وريال واتلتيكو مدريد كلهم هيلعبوا في يوم واحد. عندنا احداث كتيره جدا وكلام كتير جدا في اخر ايام الاسبوع. متابعين قضيه كريم بنزيما وتصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكره القدم، تصريح قوي وصادم بالنسبه لكريم بنزيما انه خلاص لا يوجد امل لكريم بنزيما مع المنتخب الفرنسي، وبالتالي كل احلامه توقفت وانتهت مسيرته الكرويه على الصعيد الدولي. عشان يرد بعديها كريم بنزيما على رد رئيس الاتحاد الفرنسي يقول له انا اللي احدد امتى انهي مسيرتي. وكريم بنزيما بيلمح في كلامه الى انه ينتقل للعب الى منتخب الجزائر كون اصوله وأصول والده ووالدته من الجزائر، لكن هل يا ترى الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح لكريم بنزيما باللعب المنتخب الجزائر؟ المادة الثامنة في لوائح الفيفا الخاصة بالمنتخبات بتقول إن لو اللاعب لعب لأي منتخب على الصعيد الأول أو المنتخبات الأولى جزء من مباراة أو مباراة أو بطولة أو تصفيات، بالتالي لا يحق ليه إن هو ينتقل لأي منتخب آخر. لكن وضع كريم بنزيما ممكن يكون في بعض الكلام مع المحكمة الرياضية الدولية أنها تسمح لكريم بنزيما الالتحاق فعلا إلى منتخب الجزائر، بس يلعب مع منتخب الجزائر على المستوى الأفريقي عشان لا يحق للاعب أنه يلعب مع منتخبين في نفس البطولة ونفس التصفيات. وبالتالي كريم بنزيما مع منتخب فرنسا شارك في تصفية كأس العالم وشارك في كأس العالم، فلا يحق ليه أنه هو يكون موجود مع منتخب الجزائر في بطولة كأس العالم وتصفيات كأس العالم. لكن هل يا ترى هيكون طموح كريم بنزيما انه يكون موجود مع المنتخب الجزائري على الصعيد الافريقي فقط؟ هل ريال مدريد يسمح لكريم بنزيما انه هو ينتقل ويلعب في منتخب الجزائر بعد كمان ما شفنا تألق كريم بنزيما في الفترة الأخيرة؟ وبالتالي بالنسبة لجمهور دلوقتي ريال ولزيدان، كريم بنزيما هو نجم الفريق، أفضل لاعب في ريال الفترة الأخيرة. أعتقد في الثلاث أربع شهور اللي شفناهم ورا بعض كريم بنزيما كان هو احسن لاعب وافضل لاعب في ريال بحسب استفتاء وتصويت الجمهور. لكن كلنا شفنا النهارده تصريحات الكابتن جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، وقال عندنا مهاجمين في منتخب الجزائر ولا نحتاج لبنزيما. هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده غلط؟ كله كلام في الصحف وفي الجرايد، والكل بيجتهد علشان يسخن الاحداث ونشوف في الاخر هل كريم بنزيما هينجح في انه يلتحق بالمنتخب الجزائري ولا لا. ده اللي احنا هنشوفه الفتره اللي جايه. كده كده يعني عندنا توقف اربع شهور بالنسبه للفيفا ديتس، القادم هيكون يوم 23 مارس 2020. يعني ابشروا اربع شهور هنستمتع بيهم بكل الاحداث الكره العالميه. عندنا دوري ابطال، عندنا دوريات، عندنا كلاسيكوز. الكلاسيكو الاشهر والابرز في العالم اتحدد خلاص يوم 18 ديسمبر 2019، يوم الاربع ما بين الريال وبرشلونه او برشلونه والريال على ملعب الكامب نو قبل الكريسماس باربع ايام او بخمس ايام. وبالتالي يا ترى مين هيكون سبب في اسعاد جماهيره قبل الكريسماس؟ هل برشلونه؟ هل ريال مدريد؟ مباراه هتكون قويه جدا ومباراه هتكون صعبه جدا، لكن هنشوف. زي ما بقول لحضراتكم اربع شهور بدون توقف، كلها ماتشات عالميه، كلها ماتشات قويه جدا. كمان عندنا يوم السبت ماتش قوي جدا، ماتش اي سي ميلان ونابولي. واي سي ميلان في الظروف اللي بيمر بيها هل هينجح ان هو يخرج من الكبوه اللي موجوده في مسيرته وفي طريقه الفتره الاخيره؟ تذبذب في المستوى، عدم استقرار في الفريق، عدم وجود امور ماليه نادي يقدر يتعاقد بيها مع لعيبه مختلفه، لكن هنشوف ايه اللي اي سي ميلان هيقدر يعمله. ليفربول هيلعب مباراه مهمه مع كريستال بالاس، والسؤال الابرز والسؤال الاهم، هل محمد صلاح هيلعب يوم السبت امام كريستال بالاس؟ هل محمد صلاح هيقدر ان هو يعود من الاصابه اللي لحقت بيه ومنعته انه يشارك مع المنتخب في لقائي كينيا وجزر القمر؟ مش عارفين لسه، كل حاجه هتتحدد
على يوم الخميس او الجمعه هيتم الاعلان عن القائمه الرسميه اللي هتخوض مباراه كريستال بالاس من جانب ليفربول. علشان كده هنشوف موقف محمد صلاح. اكيد كلنا كمصريين نتمنى ان محمد صلاح ان شاء الله ربنا يشفيه ويعود سالم غانم الى صفوف فريق ليفربول ويشارك علشان يساعد ليفربول في فارق النقاط ما بينه وما بين السيتي. عندهم مباراه صعبه خارج ملعبهم قدام كريستال بالاس. ايضا بنتكلم في عدد الاهداف ويعني محاولته في الحفاظ على اللقب الثالث على التوالي كهداف الدوري الانجليزي. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم هنشوف يوم الخميس او الجمعه ان شاء الله كل الامور هتبان بالنسبه لمحمد صلاح. شفنا طبعا تصريحات رونالدو وموقع كالتشيو ميركاتو والكلام على انتقال رونالدو من اليوفنتوس الى ريال مدريد او مانشستر يونايتد. هل الكلام ده صحيح ايضا ولا لا؟ كلها اجتهادات. الاجتهادات موجوده في كل حته في العالم، مش بس في مصر، في ايطاليا وفي انجلترا وفي اسبانيا. كل واحد بيكون عنده معلومه بيحاول ان هو يبرزها علشان يكتب ويسبق بالخبر. كلام كله ان بعد رونالدو ما خرج في مباراه جنوا الاخيره ساري سحبه، كان رونالدو غاضب جدا، رفض ان هو يقعد على دكه البدلاء وخرج لغرف خلع الملابس ورحل عن الاستاد اللي بيلعب فيه اليوفنتوس قبل المباراه ما تنتهي بثلاث دقائق. ومن هنا جت الانتقادات وجت ان رونالدو بقت العلاقه بينه وبين ساري علاقه في طبعا رايحه في طريق مسدود. لكن هل رونالدو يرجع تاني لمانشستر طب او ريال مدريد؟ طب ايه الهدف من انتقال رونالدو من الريال الى اليوفنتوس؟ اكيد كلكم متابعين وكلكم اكيد عارفين ان رونالدو بالنسبه له كان الموضوع اجبار ان هو يرحل عن ريال مدريد ويخوض تجربه جديده في الدوري الايطالي علشان يحقق مع اليوفنتوس الدوري الايطالي ليحقق ثلاث القاب في ثلاث دول مختلفه، انجلترا واسبانيا وايطاليا. لكن الهدف الاكبر بالنسبه ل اليوفنتوس مع رونالدو وتحقيق لقب دوري الابطال. لكن كميه ساري وكميه رونالدو مش ماشيين مع بعض. أليجري كان افضل بكتير بالتعامل مع رونالدو، لكن كلنا شفنا التعامل والطريقه اللي بيتعامل بيها مع ساري مع نجم كبير زي رونالدو. لكن رونالدو بيحرك ساري في التوقف الدولي وبيحرز هاتريك في المباراه الاخيره علشان يزود عدد اهدافه الدوليه ل 99 هدف ويقترب من تحطيم رقم الكابتن علي دائي نجم منتخب ايران اللي احرز 109 هدف وهو على صداره هدافي المنتخبات العالميه. كل يعني كل واحد عنده اهداف سواء مع المنتخبات او مع الانديه، علي دائي عنده 109 هدف، هو اكتر لاعب في العالم بيسجل اهداف مع منتخب بلاده وهو منتخب ايران. رونالدو بيتخطى بوشكاش اللي عنده 84 هدف، كمان بعد الهاتريك اللي احرزه في المباراه الاخيره بقى عنده 99 هدف وعلى بعد يعني بنتكلم في 10 اهداف لمعادله رقم علي دائي 11 هدف علشان يكون على الصداره. ودي الارقام اللي بيحققها رونالدو دايما. رونالدو بيكون كل شيء هو اللاعب رقم واحد. رونالدو لاعب مش ما عندوش الموهبه لكن اشتغل على نفسه، وده الحاجه اللي عايز اوضحها. ميسي لاعب عنده موهبه وبيشتغل على موهبته، لكن رونالدو بيشتغل على نفسه، قدر يخلي نفسه افضل واحسن لاعب في العالم لسنين طويله جدا. هو ميسي بيتنافس ويتصارع على كل الالقاب، ما حدش غيرهم بيتنافس. السنة دي الوحيدة أو السنة اللي فاتت هي دي السنتين اللي كان موجود فيهم ها حد بياخد نفسه على نجمين كبار جدا. لكن رونالدو أعتقد أن عودته للريال هتكون صعبة جدا. عودة لمانشستر أعتقد ممكن يكون فيها بعض الحسابات بسبب أن مستوى مانشستر مع سولشار مستوى سيء جدا، كمان كواليتي اللعيبة اللي موجودة في مانشستر ما تساعدش رونالدو أن هو يكون موجود. لكن تخيلوا حضراتكم لو رونالدو موجود حاليا في مانشستر بنفس كواليتي اللعيبة وبسولشار المدير الفني، هل اللعيبه ممكن تاخد من الروح القتاليه اللي رونالدو بيتعلم بيها وازاي بيقاتل بيها كل مباراه وازاي بيعرف ان هو يشد اي حد جنبه زي ما كان عارف ياخد بايد ريال مدريد ثلاث بطولات دوري ابطال؟ شفنا التالق الكبير اللي كانت ريال مدريد مش احسن لعيبه في العالم موجودين لكن كلهم كانوا تيم ورك مع بعض، كلهم كان عندهم روح الجماعه مع بعض علشان كده قدروا يحققوا ثلاث بطولات مختلفه. لكن تخيلوا حضراتكم جمهور مانشستر، هل تتوقعوا ان لو رونالدو انتقل من الموسم القادم لفريق مانشستر هل فريق مانشستر ممكن يتحسن ولا مانشستر في حاجه الى لعيبه صغيرين في السن، لعيبه عندهم روح البطوله عندهم روح الكفاح علشان يقدروا يرجعوا بمانشستر الى سابق عصره؟ للاسف الدوري الانجليزي دلوقتي بقى فقط ما بين السيتي وما بين ليفربول، بقى لنا ثلاث مواسم في الصراع ده، ما بقاش فيه السته الكبار او السبعه الكبار، ما بقاش فيه ارسنال، ما بقاش فيه مانشستر، ما بقاش فيه توتنهام، ما بقاش فيه تشيلسي. يعني زي ما حضراتكم شايفين كلنا قرينا اكيد الخبر اللي خاص بارسنال ان ارسنال يعطي فرصه لحد نهايه السنه الحاليه سنه 2019 ليوناي امري علشان يحسن اوضاع الفريق. لو فشل في تحسين اوضاع الفريق اعتقد انه هيكون خارج صفوف الجانرز. ايضا سولشاير وهو
على المحاك المحلي في بنسبة يعني ما حدش ابدا عنده تفاؤل ان سولشاير ممكن ينجح بلعيبة مانشستر، و يعني نتمنى ان مانشستر يعود. كلنا بنحب مانشستر يعني سير اليكس فيرجسون يعني بيكهام يعني سولشاير يعني تيدي شيرينغهام يعني شمايكل يعني كل العظماء اللي كانوا موجودين في تاريخ كرة القدم مروا من على مانشستر، حتى رونالدو تاريخه وتوهجه وانطلاقته كانت من بوابة مانشستر يونايتد. كلنا اكيد كمان ضمن الاخبار اللي بتتنطور واللي بتتقال في ايطاليا، وانا بالنسبة لي الصحافة الصفراء في ايطاليا كتيرة جدا، عندهم 50 موقع، عندهم 50 جورنال، وعندهم 50 ناقد رياضي. ف احد الصحف العالميه والمواقع في انجلترا كتبت في ايطاليا عفوا قالت ان تم عرض النني على نادي اي سي ميلان والنادي الايطالي رفض عن طريق وكيل. طيب هو مفيش حاجه غير النني، مفيش حد غير النني في كل العالم اللي احنا هنتكلم عليه، مفيش لما النني بيشارك مع فريق بوشكتاش بينزل في دقيقه 74 النتيجه كانت 1-1 او 1-0 وبوشكتاش بيتعادل. انا بقول على سبيل المثال تلاقي الصحف بتكتب ان النني شارك في تعادل بشكتاش، طب ما بشكتاش هو اللي كان اصلا خسران، ولما النني نزل بشكتاش جاب هدف التعادل. النني زي ما حضراتكم عارفين الفتره الحاليه اكيد فتره هيكون فيها يا اما هيكون في بعض التذبذب في المستوى بسبب الانتقال اللي انتقل من ارسنال الى الدوري التركي من الدوري انجلترا للدوري التركي، اكيد شتان الفارق اللي موجود بين الاثنين، لكن او ان هو يقدر ان هو يدوس على نفسه ويثبت نفسه ويثبت للجميع ان هو واحد من احسن اللعيبه اللي موجوده في مكانه، حتى لو في فريق مش هقول مثلا في العالم، لا هقول في فريقه. وبالتالي انا شايف ان هو في فتره حاليا يعني ضغط ضغط ضغط. لكن وكيله رد على نادي اي سي ميلان او رد على الصحافه الايطاليه وقال ان احنا ما كلمناش نادي اي سي ميلان ولا بعتنا له من الاصل، وكل الكلام اللي بيتقال فيه الصحف العالميه هو تمام كلام عاري تماما من الصحه وملوش اي مصدر. علشان كده بقول لحضراتكم ان هنتكلم في احداث، هنتكلم في اخبار، وهنشوف وهنتابع. وكده كده زي ما حضراتكم عارفين بنروح معاكم لفقره مهمه جدا علشان نتكلم معاكم في التوقف الدولي اللي ممكن يكون الكثير مننا مش متابعه، لكن في طبعا في يعني احداث كثيره بتحصل ومنتخبات كثيره تاهلت، لكن ابرز المنتخبات اللي اقول لحضراتكم عليها اللي تاهلت رسميا الى يورو 2020 ومن ضمنها منتخب لاول مره بيتاهل الى بطوله اوروبا هو المنتخب الفنلندي، منتخب فنلندا مع تيم بوكي لاعب نورويتش سيتي المتالق، واللي اكيد اللي بيلعب في الفانتزي اكيد عارف قيمه تيمو بوكي المهاجم الكبير لنورويتش سيتي اللي انا اعتقد بعد الموسم ده هينتقل لنادي كبير جدا في الدوري الانجليزي. انجلترا، التشيك، اوكرانيا، البرتغال، المانيا، هولندا، وكرواتيا، واسبانيا، والسويد، وبولندا، والنمسا، وبلجيكا، وروسيا، وفنلندا، وفرنسا، وايطاليا، وتركيا، المنتخبات دي كلها رسميا اتاهلت الى يورو 2020 القادمه. دي طبعا كلها منتخبات كبيره جدا، لحد دلوقتي ما فيش مفاجآت، كل المنتخبات الكبيره وسطها، بالتالي احنا كمشاهدين هنستمتع ب يعني ماتشات قويه جدا، ماتشات هتكون على اعلى مستوى، كل ما عدد الفرق بيقل كل ما المتعه بتكون اكتر. علشان كده دوري الابطال بنبدا نستمتع بيه امتى؟ في دوري المجموعات، بعديها دور 16 8 4 النهائي، نفس القصه في اليورو، اليورو بيكون عدد المنتخبات اقل من كاس العالم، بالتالي الاستمتاع بيكون اكتر لحد ما نروح بقى للادوار الاقصائيه عشان نستمتع اكتر واكتر. طيب احنا بنتكلم على المنتخبات، هنفكر حضراتكم باللقاءات الدوليه المؤهله الى يورو 2020 واللي بتتلعب النهارده وفي منها ماتشات بكره، وبعديها هنروح للجداول. طيب زي ما حضراتكم شايفين دي ده الجداول قدام حضراتكم. النهارده في منتخب جبل طارق ومنتخب سويسرا، ايرلندا والدنمارك، ايطاليا وارمينيا، واليونان وفنلندا، وليشتنشتاين امام البوسنه والهرسك، والسويد امام جزر الفارو، ومالطا ضد النرويج، واسبانيا ورومانيا. دي مباريات النهارده في تصفيات اليورو 2020. نروح لماتشات بكره، ماتشات بكره المانيا وايرلندا الشماليه، طبعا مباراه تحصيل حاصل بالنسبه للمنتخب الالماني، المنتخب الالماني حسم صعوده، ويلز ضد المجر، وسلوفاكيا ضد اذربيجان، واسكتلندا ضد كازاخستان، وهولندا واستونيا، طبعا منتخب هولندا تاهل الى التصفيات، وبالتالي مباراه هتكون تحصيل حاصل، بلجيكا وقبرص وسان مارينو وروسيا الساعه، كل الماتشات الساعه 10 الا ربع.
تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف المجموعات بعد تأهل المنتخبات. والمجموعة الأولى منتخب إنجلترا ومنتخب التشيك بيتأهلوا رسميا. إنجلترا 21 نقطة ومنتخب التشيك 15 نقطة، وبالتالي المجموعة خلاص قفلت. كوسوفو، الجبل الأسود، منتخب بلغاريا، الثلاثة بره التصفيات. المجموعة الثانية مجموعة أيضا تأهل فيها منتخبين. منتخب دي بقى المفاجأة بالنسبة لي، يعني هو لسه طبعا في فرص إن المنتخب البرتغالي يكون أول، لكن منتخب أوكرانيا مع شيفتشينكو غير كل سنة وغير كل تصفيات. منتخب أوكرانيا في المركز الأول ب20 نقطة، ما خسرش ولا مباراة، تعادل بس في لقائين وفاز في 6 مباريات. منتخب البرتغال في المركز الثاني وبيتأهل رسميا إلى اليورو القادم، 17 نقطة، خسر في مباراة وحيدة، وبالتالي منتخب أوكرانيا عنده الأفضلية. صربيا ولوكسمبورج وليتوانيا ثالث رابع خامس، الثلاثة بره تصفيات اليورو القادم. المجموعة الثالثة، المجموعة سي، المجموعة القوية، المجموعة اللي فيها فريقين أو منتخبين بيكونوا مع بعض في كل حتة. ألمانيا المتصدر ب 18 نقطة بيصعد كمركز أول، منتخب هولندا في المركز الثاني ب 16 نقطة، الاثنين بيتأهلوا، لكن هتفضل لعبة القط والفار في مين يصعد أول ومين يصعد ثاني. هتفرق حاجة؟ مش هتفرق حاجة تماما. اللي بيفرق في القرعة الخاصة باليورو هي أو هو التصنيف الدولي. صربيا، أيرلندا الشمالية، روسيا البيضاء، أستونيا، الثلاثة خارج اليورو بنقاط هزيلة، لكن أيرلندا الشمالية كان عندها 13 نقطة. شايف إن هي يعني كان في يعني مجهود واضح من أيرلندا الشمالية، لكن للأسف ممكن تصعد كأحسن توالد أو تصعد في الملحق الخاص باليورو القادم. زي ما حضراتكم عارفين بيكون في ملحق خاص باليورو بيتم تجميع المنتخبات اللي موجودة في أحسن توالد، وبيتلعب مباراة ما بين كل منتخب، بيحصل قرعة ومنتخب بيلعب المنتخب رايح جاي أو هوم واوي، ومنتخبات اللي أكيد بتكسب هي اللي بتصعد إلى اليورو مع المنتخبات المتأهلة أول وتاني. مجموعة الرابعة، مجموعة دي دنمارك وسويسرا وأيرلندا. دنمارك 15، سويسرا 14، أيرلندا 12. المجموعة دي لسه ما تمش الحسم في ولا منتخب مين اللي هيصعد لليورو. الدنمارك 14، سويسرا الدنمارك 15، سويسرا 14، أيرلندا 12. يعني الثلاثة ممكن يتأهلوا كأول وتاني وتالت. زي ما حضراتكم عارفين الموضوع معقد جدا في المجموعة. جورجيا بعيدة 8 نقاط، جبل طارق بعيد ولا نقطة طبعا، وبالتالي خارج حتى أي شيء. وبالتالي المجموعة دي مجموعة أكيد صعبة، مجموعة ممتعة في التصفيات. المجموعة الخامسة، المجموعة إي، كرواتيا هي اللي تأهلت رسميا إلى اليورو ب 17 نقطة. منتخب المجر ومنتخب ويلز ومنتخب سلوفاكيا، 12 نقطة المجر، 11 نقطة ويلز، 10 سلوفاكيا، الثلاثة بيتنافسوا على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة إلى يورو 2020. الثلاثة قريبين، فارق نقطة ونقطتين ما بين الثلاث منتخبات، وبالتالي مجموعة قوية. مجموعة F، منتخب أسبانيا ومنتخب السويد بيتأهلوا مباشرة إلى يورو 2020، 23 نقطة منتخب أسبانيا والسويد 18 نقطة. منتخب رومانيا والنرويج وجزر الفارو ومالطا، أربع منتخبات موجودين في المجموعة دي بس اللي فيها 6 فرق. رومانيا 14 نقطة تتساوى مع النرويج، 14 نقطة مع جزر الفارو، 3 تتساوى مع مالطا، 3 نقاط، وبالتالي المجموعة دي فيها فرصة عالية جدا إن يكون فيها أحسن توالد. المجموعة جي، بولندا والنمسا بيتأهلوا مباشرة إلى يورو 2020، بولندا 22 نقطة والنمسا 19 نقطة. منتخب سلوفينيا ومقدونيا الشمالية ولاتفيا، ثلاثة موجودين في الثالث والخامس والسادس، 14 نقطة و11 نقطة وصفر من النقاط. المجموعة اتش، فرنسا وتركيا بيتأهلا مباشرة إلى اليورو، فرنسا 25 نقطة وتركيا 23 نقطة. أيسلندا أداء رائع جدا وروح قتالية كبيرة جدا، 19 نقطة في المركز الثالث. ألبانيا 13، أندورا 4، ومولدوفا 3. مجموعة اي، بلجيكا وروسيا بيتأهلا مباشرة إلى يورو 2020 كالعادة. منتخب البلجيكي العلامة الكاملة، 9 ماتشات، 9 فوز بدون أي تعادل وبدون أي هزيمة. يلي المنتخب الروسي ب 21 نقطة، خسر ماتشين،
اكيد طبعا ماتشين امام المنتخب البلجيكي، اسكتلندا في المركز الثالث، قبرص في المركز الرابع، كازاخستان في المركز الخامس، وسان مارينو في المركز السادس بصفر من النقاط. المجموعه جي اخر مجموعه، ايطاليا وفنلندا بيتأهلا مباشره الى يورو 2020. زي ما قلت لحضراتكم مستوى رائع مع مانشيني للمنتخب الايطالي، وايضا المنتخب الفنلندي لاول مره في تاريخه يتأهل الى تصفيات او يتأهل الى بطوله اليورو 2020 ب 18 نقطه. اليونان في المركز الثالث، ارمينيا في المركز الرابع، البوسنه في المركز الخامس، وليشتنشتاين في المركز السادس. وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم كل ترتيب المجموعات الخاص بيورو 2020. نروح للهدافين ونتابع مع حضراتكم. في الصداره كالعاده دايما زي ما هو معودنا، هاري كين بينافس في كل البطولات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، 12 هدف لاعب المنتخب الانجليزي. يليه كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي 11 هدف. الكسندر متروفيتش لاعب المنتخب الصربي 10 اهداف. وارتيم ديزوبا لاعب روسيا 9 اهداف. والمشاكس تيمو بوكي لاعب فنلندا 9 اهداف. واخيرا لاعب المنتخب الانجليزي ولاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج 8 اهداف. زي ما حضراتكم تابعتم وشفتم اكيد طبعا تصفيات قويه جدا، تصفيات ممتعه جدا، لكن مفيش شك ان الدوريات العالميه بالنسبه لنا هي المتعه والامتاع. اسبوع دوري ابطال، اسبوع دوريات عالميه، اكيد بيكونش عندنا وقت ان احنا يعني نتابع ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، لكن طبعا كره القدم هي اللعبه الممتعه اللي بنستمتع بيها في العالم. دلوقتي جه ميعادنا مع مباراه تاريخيه، طبعا هنروح لفاصل بعديها نرجع لمباراه تاريخيه، لكن مباراه تاريخيه اكيد مهمه جدا، مباراه في عام 93 في دوري ابطال اوروبا في دور المجموعات، مباراه ما بين فريقين، فريق فيردر بريمن الالماني واندرلخت البلجيكي. مباراه ممكن اللي يسمع الاسمين يتفاجئ ازاي مباراه قويه ما بين فريقين ما حدش منهم قبل كده حقق لقب دوري الابطال. سيناريو المباراه خلى كل متابعي كره القدم يصنفوها انها واحده من افضل 10 مباريات على الاقل في دوري ابطال اوروبا من حيث الاثاره والمتعه. 3-0 لاندرلخت على فريق فيردر بريمن، وفيردر بريمن في اخر ثلث ساعه او اخر 25 دقيقه بينجح في احراز 5 اهداف علشان يفوز على الفريق البلجيكي ب5 اهداف مقابل 3 اهداف. مباراه هنستمتع بيها جدا، وهنشوف مباراه وهنشوف اهداف وهنشوف روح اعتقد ان احنا افتقدناها في الايام الحاليه. بنفكر كل الشباب اللي بيتفرج علينا واللي مش متابع قوي ماتشات دوري الابطال واللي مش متابع قوي ماتشات زمان، بنفكر حضراتكم بفقرتين معانا كل اسبوع، نجم تاريخي ومباراه تاريخيه. دلوقتي جه الوقت اللي نروح فيه مع اندرلخت وفيردر بريمن ونعيش في عام 93 احداث المباراه ونستمتع بثمان اهداف موجوده معانا، ونرجع بعديها عشان نكمل باقي فقراتنا. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم من فقره مباراه تاريخيه الى فقره نجم الاسبوع. نجم الاسبوع واحد من نجوم الكره الايطاليه والكره التشيكيه، نجمنا من مواليد 30 اغسطس 1972 وطبعا مواليد التشيك، يعني اكيد بدانا نجمع يعني عنه شويه معلومات، لكن هقول لحضراتكم في الاخر الاسم، لكن خليني اقول لحضراتكم شويه معلومات عنه. طبعا نجمنا تالق في انديه كتيره جدا في اوروبا من ابرزها سبارتا براغا ولاتسيو واخيرا اليوفنتوس، كمان تالق مع منتخب التشيك لعب 91 مباراه دوليه احرز فيهم 18 هدف، لكن تالقه كان الاكبر على المستوى المحلي كان مع نادي اليوفنتوس اللي لعب ليه من موسم 2001 ل 2009 247 مباراه احرز فيهم 51 هدف. نجمنا اكيد يعني حضراتكم اكيد عرفتوه واكيد عايزين تتفرجوا على لمساته ومهاراته اللي كان بيمتع كل جمهور الكره العالميه بيها، من تصويبات، من تمريرات، من صناعه اهداف. واحد كان مميز جدا مع منتخب التشيك طبعا نجمنا هو بافل نيدفيد. فبافل نيدفيد مع باروش مع بوبروسكي الجيل الذهبي للمنتخب التشيكي كلنا كنا بنحب نتفرج عليهم في اليوروز وفي تصفيات كاس العالم وايضا في بطولات كاس العالم علشان يورونا قد ايه ان هم منتخب فعلا بيعتمد على روح الجماعه. تعالوا بقى نشوف بافل نيدفيد الحقيقي اللي كل بيسال
مين نيدفيد اللي كريم نيدفيد متسمي بيه؟ هو ده بافل نيدفيد اللي يعني كريم نيدفيد متسمي على اسمه. كلنا اكيد تابعنا في هنا في قناه الاهلي كان في فارق في الشبه ما بينهم هم بعض في سنه صغير، لكن تعالوا نشوف لقطات من نجم الاسبوع لواحد من نجوم الكره العالميه بافل نيدفيد ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح لاغلفه الصحف العالميه علشان نتابع ابرز الكلام والتصريحات والاخبار اللي موجوده في اسبانيا وفي انجلترا وفي ايطاليا، والبدايه من اصل اسبانيه. والكلام طبعا على المباراه ما بين المنتخب والمنتخب الروسي في مواجهات كاس ديفيز، واكيد طبعا اللي بيتابع لعبه التنس عارف ان كاس ديفيز واحده من البطولات المهمه جدا اللي بينافس عليها جوكوفيتش، اللي اتكلم وقال المنافسه كانت في حاجه الى تغيير مثل هذا. ده بالنسبه لجريده الاس. طبعا التوقف الدولي، وبالتالي ما فيش اي حاجه خاصه به حتى بعتها، وللمنتخب الاسباني كمان ما فيش حاجه اهم من كاس ديفيز للتنس. نروح لجريده سبورت ونشوف الكلام هنا على نيمار. كل شيء مفتوح امام نيمار، طبعا كل شيء مفتوح امام نيمار بالنسبه للريال والبرشلونه. اللاعب رفض ان هو يجدد عقده ويمدد عقده مع باريس سان جيرمان، واللاعب مصمم على مغادره ملعب باريس سان جيرمان ونادي باريس سان جيرمان الى التجربه اللي تليق ب نيمار. طيب نروح لانجلترا، واول الاخبار استبعاد جوميز وتوديع فيدرر ابرز في الصحف الانجليزيه. طبعا يعني زي ما حضراتكم عارفين جوميز طبعا تم استبعاده من المنتخب الانجليزي، وفيدرر خرج من كاس ديفيز. واكيد طبعا كل العالم بيتكلم على التنس، التنس دي زي ما حضراتكم عارفين ليها عشاقها وليها ناسها اللي بيحبوها بيتابعوها. لسه مكملين معاكم من الديلي ميل. ألم جوميز، الإصابة تنهي أسبوعا تعيسا، وساوث جيت يؤكد على أنه سيكون أقوى. أيضا بتتكلم على استبعاد جوميز بعد إصابته، وبعد ما جاريس ساوث جيت قرر أنه هو يستبعده بسبب الإصابة، والمدرب زي ما حضراتكم سامعين بيشد من أزر اللاعب وبيقول أنك هترجع أقوى من الأول. نروح لإيطاليا، صحيفة كوريا دي سبورت قالت الساحر ابراكادابرا في ايطاليا. ابراكادابرا طبعا زلاتان ابراهيموفيتش، والكلام ما بين الدوري الاسباني والدوري الايطالي، هل ابراهيموفيتش هيعود الى الدوري الايطالي من جديد ولا لا؟ قالت ان السوق قبل يناير في لحظات سحريه لزلاتان ابراهيموفيتش. السويدي هو هدف لبولونيا وميلان، ويعتمد ميهايلوفيتش على اقناعه، وميلان يحاول اعادته للعائله. هنشوف زلاتان ابراهيموفيتش هيعمل ايه. نروح لتوتو سبورت وعنوان رونالدو تصريح مهم، اتفهم قرار ساري. رونالدو بيعترف على صحه قرار مدربه ساري، والكلام كل اللي بيتقال او كل الكلام اللي كان بيتداول، اعتقد ان تصريح مهم زي ده بينفي كل الكلام المتداول والاشاعات اللي رونالدو ممكن يرحل عن اليوفنتوس. لو في كلام لرحيل رونالدو اعتقد ان هي مش هتكون غير بعد نهايه الموسم الحالي. لو باريزيان وبروفونس وفرانس فوتبول كتبت عنوان واحد، البلوز انجز مهمته بالتاهل والصداره. طبعا بعد تاهل المنتخب الفرنسي ليورو 2020 كل الصحف الفرنسيه على قلب رجل واحد، وهو ان المنتخب الفرنسي انجز المهمه بنجاح وتاهل لتصفيات او لبطوله يورو 2020. خلصنا مع حضراتكم أغلبة الصحف العالمية، هنروح مع حضراتكم لآخر الأخبار ونتابع معاكم إيه اللي حصل في الساعات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة من تصريحات ومن أخبار، والبداية من أسبانيا ومن ريال مدريد. ريال مدريد بيعلن تفاصيل إصابة خيمس رودريجيز بعد ما تم الإعلان على الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد. اليوم الاثنين ريال مدريد أعلن عن إصابة خيمس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد خلال تواجده مع منتخب الكولومبي، والاتحاد الكولومبي أعلن استبعاد اللاعب من مواجهة بيرو والإكوادور بعد ما اللاعب اشتكى من ألم في الركبة اليسرى خلال مشاركته في التدريبات. لاعب ريال مدريد مش هيكون موجود مع الفريق لمدة 3 أسابيع. طيب الخبر الثاني، برشلونة الأكثر ربحا في 2019 لأول مرة في تاريخه. عام 2019 بالنسبة لبرشلونة هو عام مميز جدا جدا جدا، وبسبب أن برشلونة يعني جنى فيه كثير من
الأرباح، وده على مسؤولية صحيفة أو مجلة فوربس العالمية، واللي مشهورة بعمل إحصائيات اقتصادية في مجال كرة القدم. قالت إن نادي كتالوني لأول مرة بتصدر ترتيب أندية كرة القدم كأكثر أندية حصول على دخل وأرباح في العالم في عام 2019. حقق برشلونة دخل في هذا العام بقيمة 852 مليون يورو، يعني بمعدل 160 مليون يورو أكثر من العام الماضي، واللي حقق فيه دخل بقيمة 690 مليون يورو. رونالدو يخمد فتنة يوفنتوس بوجبة عشاء. طبعا رونالدو نجم اليوفنتوس أغلق القضية اللي أثيرت في الأيام الأخيرة داخل جدران قلعة نادي اليوفنتوس على خلفية استبداله خلال مباراة البيانكونيري وميلان بالدوري الإيطالي. رونالدو قد عبر عن غضبه من قرار مدربه ساري واللي استبدله في لقائين متتاليين آخرهم أمام ميلان، اللي خرج بعدها غضبان إلى غرفة الملابس، وبعديها خرج مباشرة خارج الملعب قبل المباراة ما تنتهي بثلاث دقايق. إنه قال طبعا على شبكة سبورت ميدياست الإيطالية، قالت إن رونالدو بيخطط لإحضار جميع زمايله بالفريق لتناول العشاء في مدينة تورينو، وموضح إن دون يريد الاعتذار لزمايله وإغلاق القضية. الاعتذار من شام الكبار، والاعتذار دايما مع اللعيبة الكبار أعتقد إن هو بيكون شيء مهم جدا وشيء يحترم، ودرس لكل لعبتنا الصغيرة تبقى عارفة إن لما تغلط أكيد لازم تعتذر، والاعتذار مش عيب. دورتموند يهدد صفقة أحلام مانشستر يونايتد في ضم مانزوكيتش. مانشستر ودورتموند يتنافس على ضم مانزوكيتش من اليوفنتوس خلال الانتقالات الشتوية القادمة، لكن يا ترى مانزوكيتش هينتقل إلى فين؟ محدش لسه عارف ومحدش لسه بيتكلم، لسه بدري قوي. الكلام هيبدأ يبان على نص شهر ديسمبر، يعني قبل الانتقالات الشتوية ب 15 يوم. يورجن كلوب يقترب من فوز بجائزة إنجليزية بسبب ريمونتادة برشلونة. ترشح الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول لجائزة أفضل لحظة تدريبية داخل إنجلترا في عام 2019. وفقا لشبكة سكاي سبورتس البريطانية، فإن ترشيح المدرب جه بعد ما قدر ريدز لتحقيق ريمونتادة التاريخية على حساب برشلونة في دوري الأبطال في الأخيرة في دور قبل النهائي. ليفربول كان خسر 3-0 على ملعب الكامب نو، وعاد في الأنفيلد وفاز بنتيجة 4-0. هازارد يحلق، زيدان لم يراهن على حسام خاسر. الأسابيع الأخيرة في بطولة الدوري الأسباني شهدت تطور ملحوظا وكبيرا في مستوى اللاعب الدوري البلجيكي إيدن هازارد. كشفت عنه الوجه الحقيقي اللي اشتهر به مع تشيلسي في الملاعب الإنجليزية، ونجح أنه يصبح مصدر خطورة في هجوم الفريق الملكي. نجح منتخب بلجيكا وإيدن هازارد في يعني فوزه في المباراة الأخيرة أربع أهداف مقابل هدف، أحرز هو هدفين علشان يصبح تاني أكثر لاعب في تاريخ بلجيكا يحرز أهداف على الصعيد الدولي بعد لوكاكو. لوكاكو أحرز 52 هدف، إيدن هازارد عنده 32 هدف. جمال بالماضي يتحفظ على انضمام كريم بنزيما المنتخب الجزائر. زي ما قلت لحضراتكم موقع دي زاد فوت قال إن بعد ما كريم بنزيما أعلن أنه ممكن ينتقل لصفوف المنتخب الجزائري، كابتن جمال بالماضي قال إن إحنا عندنا لعيبة مميزين جدا زي بغداد بونجاح وإسلام سليماني وأندي ديلور وهلال سوداني، وهو سعيد جدا بالمجموعة. فواضح إن الكابتن جمال بالماضي مش برحب أبدا بعودة كريم بنزيما للمنتخب الجزائري. في شك إن كابتن جمال بالماضي واحد من المدربين المميزين، لكن كريم بنزيما أيضا واحد من الفراودة واللعيبة اللي بيلعبوا في أكبر الأندية اللي موجودة في العالم ومتألق. طيب برونو بيتكوفيتش يدخل حسابات برشلونة تدعيم خط الهجوم. إريك أبيدال السكرتير الفني أو السبورت دايركتور لنادي برشلونة أعلن مؤخرا أنه تحدث مع الأورجواني لويس سواريز، وقال له أن النادي في حاجة لتعاقد مع مهاجم آخر، وهو أمر طبيعي. وبرشلونة أبدى اهتمامه في الأيام الأخيرة مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي بسبب قوة هجومه والمهارة اللي بيتمتع بيها، وبعد أيضا الأداء اللي تألق بيه اللاعب في المباراة الأخيرة أمام فريق برشلونة في دوري الأبطال، ده زادت من رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب. وأيضا ارتبط اسم الهولندي دونييل مالين لاعب فريق أياكس أمستردام ورافائيل لياو مهاجم فريق إيه سي ميلان الإيطالي، وآخر اسم زي ما حضراتكم تابعتهم هو الكرواتي. طبعا
طبعا مع اقتراب مناسبه اعياد الكريسماس في كل حته في العالم، خاصه في انجلترا وليفربول، دايما الاطفال بيكون ليهم طريقه مختلفه في التعامل مع النجوم. علشان كده لما حب ليفربول يعني يعمل حاجه مختلفه، عمل مع اطفال ليفربول، جاب لهم النجم الكبير محمد صلاح، دايما بيحبوه، دايما الاطفال بتتعامل وتتجاوب مع محمد صلاح بشكل ايجابي جدا. تعالوا نشوف حوار شيق جدا مع محمد صلاح واطفال فريق ليفربول تحت 9 سنوات، ونرجع نكمل مع حضراتكم مع محمد صلاح الى مباراه ليفربول ومانشستر سيتي اللي اكيد حضراتكم كلكم تابعتوها في الاسبوع اللي قبل التوقف الدولي. المباراه انتهت بفوز ليفربول على السيتي 3-1. هنشوف المباراه من منظور مختلف ومن زاويه مختلفه، وهي رد فعل المعلقين على اهداف ليفربول من داخل كابينه التعليق ومن داخل ملعب الانفيلد. تعالوا نشوف ونتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. هنروح بقى كده لشويه مهارات استثنائيه في كره القدم، واللي دايما بنحل بيها من خلال فيديوهاتنا، وبنشوف احدث واجدد وامتع المهارات اللي حضراتكم ممكن تشوفوها كالعاده في كل حته في العالم، في الشارع او في الملعب، في دوريات كبيره او دوريات هواء او حتى في الشارع. تعالوا نشوف جزء من مهارات استثنائيه ونرجع نكمل مع حضراتكم. زي ما حضراتكم شفتوا يعني وجبه تحليه من مهارات مختلفه في كره القدم، في كل حته في الملعب وخارج الملعب، فري ستايلرز بقى وهواه ولاعيبه محترفه، كل حاجه بنحاول نجيبها لحضراتكم. للاسف الوقت جري مع حضراتكم بسرعه جدا جدا جدا، ما عرفناش نخلص كل حاجه موجوده معانا، لكن ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نكون معانا او يكون معانا كل ما هو جديد في الكره العالميه. انتظرونا يوم الاثنين القادم في نفس الميعاد الساعه 9:30 على قناه النادي الاهلي وبرنامج وورلد سبورت. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.